القوي والمثير الشاهينيه، احمد بسيف الزفين المهيري بدا الان بدا يطلق هذا العنان. اشوف جميله ولا الشاهينيه ولا جميله، منافسه ثنائيه. هنا تعلن هذه الانطلاقه، تعلن هذه البدايه والتحديات على ارضيه هذا الميدان. بقول سلام جميرة اذا من خلال هذا المسار. احمد بسيف الزفين المهيري، صباحكم فل، صباحك فل يا ابو سيف، ما شاء الله وتبارك الله. الشاهينيه مع اول الاشواط تغرد في هذه اللحظه، تعلن انها موجوده، اكملت ما شاء الله هذا المسار مع خط النهايه والشاهينيه على المقدمه والبدايه الاولى، ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا لاحمد بن سيف الزفين المهيري على المركز الاول. المركز الثاني من التي تحمل هذه البدايه. الله، ظهرت اسامي تجددت هنا، بدات الان اسماء لتقترب من المقدمه. رجيف لا تزال صامده ومسيطره على المركز الاول. عبيد بن سعيد بن منانه مسيطر على مقدمه هذا الشوط، هناك على الجانب الاخر يا سلام بالرايه علي بن راشد بن سعيد بالرايه المري. والمركز الثالث ظهر اسم لاول مره، هي مزن احمد بن حسين بن محمد القرشي. يا سلام الضيوف بداوا الان يقدمون هذه الاسماء الجميله، هذه اللحظات الجميله، ولكن اشوف بالرايه طار، رفع راية الانتصار، رفع التحدي والمنافسة في أرضية هذا الميدان. علي بن راشد بن سعيد بن رايه المري، سلام من خلال هذا الأداء والتحدي أيضا بن رايه ما شاء الله على المركز الأول، مع وجود سلطة في الصدارة. المركز الثاني لمزن أحمد بن حسين محمد القرشي. والمركز مياس بنشوف السلام الى اهالي السمحه ولا اهالي زحبيل ولا ند الشبا. يا سلام مياس على المقدمه، مياس العود، مياس الشكل، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلع يكوز. بنقول سلام عليكم يا اهل ند الشبا، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر. تهانينا للسيد منصور بن الشيبة بن علي السبوسي على فوز مياس بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز الذي قدمه في هذا الشوط، وها هو مياس يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني هيمان في المركز الثاني، لكن ينخطف ولا الزود للسيد خليفة بن عبد الله النعيمي، عنده زود ووصل عند خط مشاهدينا الكرام. والمسار مع السد حتى هذه اللحظات يسير الى صدارة هذا الشوط، لينطلق السد بكل قوة حتى اللحظات الاخيرة، بينما محاولات من جادة من النشوان ولكن الله وصل شعار المتحد، وصل شعار المتحدي عبيد بن سعيد بن منانة. يا السلام، وصل مفروض، يوصل مفروض في هذه اللحظات على الشوط، يصل مفروض على الشوط، ولكن السد مسيطر، السد مسيطر. اللحظة الاخيرة بين السد وبين مفروض، السد ومفروض، ولكن السد لا يزال في المركز الاول مشاهدينا الاعزاء. مفروض ياتي عبيد بن سعيد بن منانة، عبيد بن سعيد بن منانة. اللحظه الاخيره السد ومفروض، ولكن مفروض في اللحظات الاخيره ينتزع المركز الاول. سلام زعبير، سلام يا عبيد يا بن منانة. المركز الثاني احمد بن محمد بن حلوه، المركز الثالث حمد بن غانم الهديفي. سلام يا سلام، الشاهينيه لا زالت مسيطره على مقدمه هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد خليفه بن علي بن خليفه الرميذي. سلهوده تتسلل، السلاله الصوغانيه تحكم القبضه على مقدمه هذا الشوط. يا سلام سلهوده للسيد سلطان بن حميد بالكديده الفلاسي. يا سلام مذيار في المركز الثاني للسيد حمد بن سالم بن دري الفلاحي، لكن سلهوده خلاص يابت الناموس، يابت السلام
بنقول سلام سلام عليكم يا أهل المرموم، من المرموم إلى المرموم ومن الغلوب إلى الغلوب. يا سلام يا سلام على سلهودة على هذا الأداء المتميز الذي قدمته في هذا الشوط. تهانينا للسيد سلطان بن حميد بالكديدة الفلاسي على فوز سلهودة بالمركز الأول، وفي المركز الثاني زعفرانة للسيد سالم بن محمد بطبيع الجتبي. الثالث الذيبة قادمة، حمد بن فايل العويسي أو حمد بن فايل الزرعي خذ المركز الرابع. ولكن أعود إلى بداية هذا الشوط، أعود إلى البداية، وجبر بن محمد، جبر بن محمد لا يزال على المركز الأول. يلا يا المهيري كم أنت، جابرهم يا المهيري، جابرهم يا المهيري، جبر بن محمد بن جبر المهيري لا يزال مسيطر، لا يزال مسيطر، ومن يعني مقدم العرض الجميل والعرض المميز مع الشعار المتحدي. يا سلام، جبر بن محمد بن جبر المهيري على المركز الأول تفوق وفاز بهذه الانطلاقة. وعلى المركز الأول مشاهدين الأعزاء تسير بانطلاقة الشاهينية، وتسير الشاهينية بانطلاقة الناموس، وترحب بالناموس في هذه الانطلاق. سلام جميل السلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل حمد بن فايل بن حمد الزرعي. المركز الثالث الضبي سعيد بن سالم وانطلق بناموسي هذا الشوط. هيان بن حمد بن هيان العامري ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة مع الأداء المثير اللي قدمه وافي، وهو يباعد يباعد المسافة، يباعد المسافة في اللحظات الأخيرة. سلوم سلام يا الهير سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز، مع العرض الرائع اللي قدمه وافي. تهانينا تهانينا من الأعماق أيضا لمالك وافي ولحظات بسهولة إلى خط النهاية. انهيان بن حمد بن هيان العامري على فوز وافي بالمركز الأول. لحظات الوصول والاغتراب من خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، يصل إلى خط النهاية. تهانينا تهانينا لانهيان بن حمد بن هيان العامري اللي وصل مع المركز الثاني. يصل فيه النايب بن عبدالله الفيدة المركز الثالث. هي جميلة ثلاثية بقيادة مسكت على الصدارة، مسكت على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مسكت الحمدي بن محسن بالحول الحارثي ومياس، مياس 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 هنا على ثاني المراكز. محمد بن عبد الله بن زعل الفلوسي الله هنا اللحظات الأخيرة. الله الله الله، مسكت ومياس، مياس ومسكت، من الفوز لمن الناموس. مياس يتسلل، مياس يتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. سلام أبو عبد الله، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول. مياس بهذا الانطلاق المركز الثاني مسكت، من وصل هنا الحمدي بن محسن بن حول الحارث المركز الثاني. المركز الأولى ما بين المراكز الأولى، يا سلام، عادت مرة ثانية اللي هي مراسيل وزهمة لا زالت، ولكن هناك التغيير، هناك اللي غيرت وانطلقت ديمة، ديمة ديمة على المركز الأول ومراسيل وزهمة، ازهمة ومراسيل وديمة، ازهمة مشاهدين الأعزاء، ازهمة هناك إلى أهالي زاخر يا زاخر يا زاخر مع الجري مشاهدين الأعزاء، مع هذا الشعار الذي قدم في هذا الموسم ما شاء الله الكثير من الانجازات بدون اوامر. ازهمت المركز الاول، انطلقت الى المقدمه. سعيد بن احمد بن دريه الفلاحي سلاماتنا لاهالي زاخر الصباحيه الجميله مع هذا الشعار، ومع هذا الشعار الذي حمل نجوميه الموسم، شعار الموسم ما شاء الله مع هذا الانطلاق. تهانينا سعيد بن احمد بن دريه الفلاحي على هذا الفوز، وتهانينا.
الشاهينية. الله يا الرقص، وشوف الوصول، شوف بن مجارح وقدومه مع العزوم، سالم بن صالح بن حمد بن مجارح المري الذي قدم العزوم، وصلت إلى المركز الرابع وخلاص الجولة الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة. روح يا من تبت روح الأمتار الأخيرة. والشاهينية مشاهدينا متابعينا الكرام، ومياسة مياسة 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 سلطان بن سيب بن معضد المشغوني، والشاهينية تتسلل ناصر بن محمد بن زايد المنصوري. الشاهينية ومياسة، الله 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 يا هذا الرقص، الله يا هذه الأمتار الأخيرة. الغربية ولا سويحان، سويحان ولا الغربية، السلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله. الشاهينية مياسة مياسة، الشاهينية الشاهينية مياسة مياسة ولا الشاهينية، شوفوهن وبناخذ الثالثة مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثالث الشايبة. الحميري مزعل، مزعل مزعل مزعل، يصل هنا ويقترب من الفوز، يقترب من الناموس، يقترب من السلامات على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا للسيد أحمد بن سعيد بن بروك الحميري على فوز مزعل بالمركز الأول، تهانينا وناموس على هذا الأداء الجميل ولحظة وصوله واقترابه إلى خط النهاية بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لحظة الوصول إلى خط النهاية. هي لحظة الوصول لمزعل، تهانينا والناموس والسلامات لأهالي مدينة العين. المركز الثاني أتانا هنا في اللحظات الأخيرة، ولكن لافي لافي على الصدارة، لافي على المقدمة. الرياض قادم بكل قوة، ولافي صامد 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 صمود الجبال السود على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، لافي على الصدارة بهذا الشعار، شعار عوض بن حمد بن عملان الاكتمي، ينطلق ينطلق بالصدارة. المركز الثاني الرياض لعمر بن سعيد بن بروك الحميري، ولكن لافي 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 لافي. واللحظات الأخيرة في ختام هذه الأشواط الصباحية، تهانينا تهانينا لمالك لافي عوض بن حمد بن عبلان الاكتبي. هذه لحظات الوصول، لحظات وصول لافي إلى خط النهاية. تهانينا لعوض بن حمد بن عبلان الاكتبي. المركز الثاني الرياض لعمر بن سعيد بن بروك. المركز الثالث يصل أيضا شاهين لسعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد.